السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب لي معلومات. إن شاء الله في هذا الفيديو نحل واحد المشكلة نتاع تحويل محفظة سيت والت إلى منصة بايبت. كاين الناس وقعوا في مشكلة نتاع عنوان المنصة أو عنوان المحفظة نتاع السويت أو عملة السويت. خاوتي ندخلوا إلى منصة بايبت بهذه الطريقة. خاوتي تابع معي فيديو باش تفهم معي مليح. بعد نروحوا الى المحفظة الى طريقة خاوتي، ومن بعد نضغط على ايداع. هاي خاوتي ايداع، ومن بعد نكليك الى ايداع عملات الرقمية. شفتوا معايا خاوتي؟ ها هي، نكليك عليها ومن بعد نكتب سويت. خاوتي سويت، هاي سويت خاوتي. ومن بعد جينا هذه النافذة خاوتي، قال اختار نوع سلسلة، نختاروا لولا هذه النير النير. ومن بعد واش ندير؟ ندير موافقة. وبعد ننسخ هذا الرابط، ننسخه. ومن بعد نروح المحفظة سيت والت بهذه الطريقة خاوتي، ومن بعد ندخل على التحويل. هاي خاوتي التحويل، ومن بعد نختار عملة السويت تا هي، ومن بعد ندير اللصق، ومن بعد ندير متابعة، ومن بعد ندير مقص حد أقصى. هاي يا خاوتي، ومن بعد ندير المتابعة، ومن بعد واش ندير؟ ندير تأكيد التحويل بهذه الطريقة خاوتي. نستناو شوية. خاوتي تم ارسال النقاط تاع السويت من المحفظه الى منصه بايبت. خاوتي تم ارسال، معناها عندنا صفر نقاط. ها هي درك شويه 5 دقائق 10 دقائق يوصل النقاط الى منصه بايبت. من بعد نروحوا المنصه. إذن أكدوا خاوتي مازال ما لحقوش التداول، مازال خاوتي مازال ما لحقوناش. دوك شوية يوصلوا للنقاط خاوتي، هم وصلوا النقاط. ها هي تم نجاح بالأمر. ها هي السويت نجح الأمر. كيفاش نأكدوا مليح خاوتي؟ ها هي من بعد نروحوا للتداول. ها هي خاوتي 104 سويت، معنا نجي نبيع خاوتي 104 جني 1 دولار. فهمتوا خاوتي؟ هذه الطريقة باش تقدر ارسال من محفظة سيت والت الى منصة بايبت بهذه الطريقة خاوتي. انا حلينا مشكلة بهذه الطريقة خاوتي. اللي عنده اي مشكلة وانا عنده اي سؤال خلينا تعليق اسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.